وزمان طبعا زي ما انت فاهم الصنعه كانت عيب، عيب انك تبقى صناعي، عيب انك تشتغل في صنعه، لازم تبقى ايضا دكتور او مهندس او باشا يعني في حته تانية خالص يعني. بس دي ما كنتش قادر اقاومها خالص يعني، انا بطبيعتي صنايعي يعني. الصنعه دي انا كنت، انا قعدت فتره كبيره قوي عايز بدور على حد عايز يتعلم، بحزن بقول لك ان ما حدش عايز يتعلم، ما حدش عايز يتعلم يعني. تعالوا اعلمك، اعلم ببلاش، هتيجي مرتين في الاسبوع تساعدني، بيبان على طول، بتعرف ان ده اتولد عامل كده اصلا، اتولد وصوابه عماله تبوظ في سلوكه وتقطع في راديو وتبوظ في غساله، هو بيبان عامل كده. كنت ميوزيشن وقررت ان اعمل الورشه بتاعتي دي، وان بتوين اشتغلت في التدريس فتره طويله قوي، وكنت عملت الورشه بتاعتي وخلاص بقيت جيتار تك عمله بتوعي بشغلي، وطريقه شغلي نفسها الناس استريحت هنا وبقى يجوا كلهم هنا خلاص، فهموا خلاص ان دي ورشه بجد، وان هنا في تولز بجد، وفي حد عارف هو بيعمل ايه. الاكبر المشاكل، الاصغر المشاكل، ادق المشاكل، المشاكل المستخبيه اللي هي انت ممكن تتجنن عشان تعرف ايه المشكله ما تعرفش، فكله بيلاقي نفسه هنا، بيلاقي حاجته هنا، فخلاص بيرتبطوا بالمكان. مفيش مانع ان اي حد تاني يدور على حد تاني بره ويبص وكل حاجه، بس بيفهم بعد كده ان هو ده مكان اللي بيستريح فيه، فاتجمعوا هنا كلهم. بحب المزيكا اللي بتضحك اكتر من المزيكا اللي هي فيها دروس. يمكن لما السن طلع بيا قدام شويه لقيت نفسي عايز كده. دي حاجه انت ما بتقدرش تخشها او تطلع منها. انا اتولدت صوابعي فيها الحرفه يعني، بشتغل في كل حاجه عن حب، مش ان حد بيقول لي اشتغل. فجيتارات طبعا من اول ما اتقابلت مع اول جيتار في حياتي جالي يعني، كان عندي 17 او 16 سنه في الحته دي يعني، فطبعا كان لازم يتفك حته حته الاول قبل ما اتعلم جيتار، نفهم متركب ازاي ومعمول ازاي. وابتدت الحكايه من هنا، بحب اشتغل بس. فلما رحت هاجرت، رحت المانيا، دخلت اتعلمت الكلام ده، ولقيت نفسي يعني لقيت نفسي فيه، اتعلمت حاجات كتير قوي، بس بالتحديد دي لقيت نفسي فيها انا عايز اشتغل الشغلانه دي وعايز اعمل كده. عندي 4 عيال ما بعلمهمش شغلي، لا انا ما بزقش يعني، حكايه التالنت بخليها تطلع وبتثبت ان هي تالنت او ابروفد تو بي ابروفد كده، انا بلاقي نفسي بزق في الحته دي. لكن الميوزك ما بتزقش عليها عشان هي بتخدع. في مصر فيها سر، عايز تطلع فوق اشتغل بكواليتي قوي، هتطلع فوق بسرعه قوي. يمكن الاوبشن ده مش موجود في اي حته تانية في الدنيا خالص يعني، لان يعني كل الناس في اي حته بتشتغل بذمه بجد وبكواليتي عاليه جدا، فهيطلع فين؟ ما كل الناس بتشتغل كويس. فكل الحكايه ان انا اشتغلت كويس بساينس بنو هاو، ابتدت الناس تتجمع عندي اكتر، وابتدت الناس تثق في المكان اكتر وتثق فيا شخصيا اكتر. انا كنت بدرس مزيكا في لونج تايم، قعدت كتير قوي ادرس جيتار، بس وقفت ده لان الورشه المكان خد مني كل الصحه تقريبا وكل العافيه. لان الورشه انت مش هتصدق ان انا مثلا ما خرجتش من الورشه دي مثلا 48 ساعه وانا شغال فيها، ما وقفتش. عايز العب مزيكا بس مش هتقدر تلعب مزيكا، حاجه بتنيني اركز في شغلي واحترفه بجد، عشان في امانات ناس كتير هنا قوي، في حاجات بتاعت ناس كتير واثقه فيا وحاطه حاجاتها هنا ومشيت. لكن هقعد العب مزيكا؟ طب ما فين الوقت ده اصلا؟ مفيش الوقت ده خالص. الورشه بتشتغل 24 ساعه تقريبا، بيجي ايام بتبقى زحمه قوي يعني. عندك شيف هوالي بتاع كايروكي، امير عيد بتاع كايروكي، ادم بتاع كايروكي، هاني عادل وسط البلد، مسار اجباري، محمود صيام جيتاريست بتاعهم، هاني الدقاق المغني جيتاريست بتاعهم، البيز بتاعهم حافظ، احمد حافظ اسمه، هم كلهم هنا وانا ما اعرفش مين مش هنا. هما كلهم عندنا تقريبا معروفين كلهم، ومش معروفين طبعا اكتر كمان.